فنون جزائرية، عنوان عريض ومتنوع نتعرف من خلاله على الموسيقى والغناء وعلى المسرح والسينما في الجزائر. مسار متعرج يتجه صوب الصعود أحيانا ويكبو ويهبط أحيانا أخرى. فماذا عن أنواع الفنون في الجزائر؟ وهل حافظت على مضامينها المعبرة وعلى أشكالها الفنية المتميزة؟ لنبدأ الحكاية. آثار رومانية تحيق بمدينة شرشال من كل حدب وصوب، لكن حكايتي لا تبحث عن الآثار بل عن الكنوز الفنية في هذه المدينة المطلة على البحر، حيث التاريخ والإرث الثقافي الثر. من منا لم يسمع عن الغناء الأندلسي؟ للعارفين وغير العارفين، اتجهت إلى مقر فرقة الجمعية الثقافية الراشدية التي حافظت على هذا الطابع الفني كإرث فني راق في الجزائر منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي. في مقر هذه الجمعية يتم تعليم مبادئ الغناء الأندلسي، فهل حققت الجمعية أهدافها؟ يعني في هذا المجال، في مجال الموسيقى، في المجال الجمعوي، يعني تكون أعوام تظهر الجمعية وأعوام تكون يعني خمود للجمعية. بما أننا مرينا بالعشرية السوداء للجزائر، يعني كان خمود للموسيقى، ولكن في المرحلة الحالية الحمد لله الموسيقى في تطور. يعني كنا في تلك المرحلة كان عندنا قسم واحد في الجمعية، والحمد لله الآن راهي عندنا 5 أقسام. قديرك، شو السر أنه رغم مرور مئات السنين لا زالت الموسيقى الأندلسية تدخل إلى الدم كما تقول؟ السر يرجع لهذه الجمعيات. يعني كلما كانت الجمعيات كلما استطعنا أن نحافظ على هذه الموسيقى أكثر. اسم الجمعية يحمل في طياته طابعاً تاريخياً. في عهد هارون الرشيد تطورت الموسيقى الأندلسية، ولهذا رجع الاسم تاع الجمعية الرشيدية لهارون الرشيد. يعني الجمعية الرشيدية قلنا تأسست 1930، كانت تابعة لجمعية علماء المسلمين، وكانت عبارة عن كتاب تدرس فيه اللغة العربية، الحسابات، بعض من الأحيان يدرسوا حتى التاريخ. في ظل العولمة ومنها العولمة الموسيقية، هل تشعرون بالغربة أم أنكم لديكم القدرة على مواجهة العولمة الموسيقية؟ لنا القدرة على مواجهة العولمة الموسيقية، وكي نقول الموسيقى يعني موسيقى وكأنها لغة عالمية، والموسيقى الأندلسية هي موسيقى كلاسيكية. يعني ما كانش فرق بين كل الموسيقات. من خلال متابعاتك جمهور 76 والجمهور الحالي، شو الفرق اللي صار بين الجمهورين؟ يعني فرق كبير. كنا نرجع لسنوات السبعينات ولا الثمانينات، يعني كيدير نعملوا حفلة أندلسية، كي تدخل للقاعة ولا للأمبلانر ولا سكوت، يعني الناس كلها يعني مهتمة بالأغنية. أما الآن أصبحت الحفلات يعني كاين ناس اللي يجيوا حبا للموسيقى الأندلسية، وكاين ناس ما يبقاش في المنزل يخرج. يعني وين كان حفلة؟ كان حفلة أندلسية يروح، كاين حفلة مش ذواق. أنا ذواق وحابب أسمع الموسيقى تاعكم. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. من الغناء الأندلسي إلى السينما في الجزائر، فماذا عنها؟
وهل من خطوط حمراء تعترض طريقها؟ وما هو دور الدولة في تطويرها؟ من شرشال اتجهت صوب قلب العاصمة الجزائرية التي تحظى بتماثيل نحتية وبمراكز ثقافية هامة ودور سينما ومسرح. عالم السينما الجزائرية غني ومتنوع، محلي وعالمي فئان معا. هانذا في متحف السينما مع أمين قيس المخرج السينمائي الذي يريد إعطاء السينما الجزائرية بعدا عالميا من خلال إنتاجاته، وخاصة الفيلم الأول الذي أنتجه في الولايات المتحدة الأمريكية، قضية رجال. En fait, ce film a effectivement défendu l'identité donc musulmane par rapport aux événements du 11 septembre 2001. J'ai voulu, à ma manière, défendre la communauté qui existe aux États-Unis. Et j'ai voulu aussi, pour ma part, essayer de mettre en évidence la problématique et le problème du cliché. We got a shipment in from Colombia. I got something very special. It's boom, Colombia. It is uncut. I'm letting you have it first. Okay. لكن ما بتعتقد انه في مشكلة داخل الإسلاميين أنفسهم؟ Quand on parle de du terrorisme et de l'islamisme et de tout ce qui touche le monde arabe aujourd'hui, c'est une période délicate où l'identité arabe, l'identité musulmane doit s'affirmer autrement, c'est-à-dire sur l'aspect culturel. وبعيدا عن فكرة العلاقة بين المسلمين والغرب، اتجهت بمحدثي صوب حيز المرأة في السينما الجزائرية. أمين، وين موقع مشاكل المرأة الجزائرية في مخيلتك كمخرج سينمائي وليس كسياسي؟ il y a donc des sujets sur lesquels je suis en train de travailler qui parlent de la condition féminine et qui les règlent d'une certaine manière. Maintenant, ça reste bien sûr du cinéma, mais le cinéma peut aussi apporter une solution pour que la société puisse se réconcilier avec elle-même. D'où l'utilité de la femme qui est nécessaire à tout point de vue. وحسب رأي أمين، يضطر أحياناً للعمل على المونتاج في الخارج. Effectivement, pour le montage, il n'y a pas eu assez de formation dans le domaine ici. C'est-à-dire que le montage nécessite un travail de fond. C'est-à-dire un monteur, quand il monte un film, il doit lui donner une âme. Nous n'avons pas encore ces moyens, ces ressources humaines, pour pouvoir mettre en place une structure dans l'industrie américaine ou internationale. وتهرب المخرج من الإجابة عن سؤال يتعلق بالخطوط الحمراء في السينما الجزائرية. Alors le point rouge, je pense que le cinéma devrait être à moitié privé, à moitié étatique et à moitié privé, pour qu'il y ait une crédibilité, pour qu'il y ait un retour sur investissement. Je pense qu'il est très important d'aller dans ce sens. وماذا عن دعم الحكومة للسينما الجزائرية؟ Je pense que le gouvernement algérien aide en ce moment. Il y a beaucoup de projets qui sont en réalisation. Tant que nous n'aurons pas un cinéma de qualité, il ne pourra pas être exporté. Le gouvernement finance des projets, mais est-ce que les projets ont une vie? Là est la grande question. هذا هو المشكل. فنون جزائرية، حكاية لا تتوقف، صعود وهبوط، نجاح وفشل، حكاية تتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي وتؤثر به. المزيد بعد الفاصل، انتظروني.
المسرح الجزائري ذاع صيته في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وغاب في التسعينات لأسباب أمنية تعرفونها جيدا. ماذا عنه الآن؟ وما هو الدور الذي تلعبه المرأة في المسرح الجزائري؟ دراسة المسرحيين في فرنسا أسهمت إلى حد كبير في تطوير المسرح الجزائري الذي ذاع صيته في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وبفعل العشرية السوداء كما يسمونها هنا، أي فترة الصراع مع الإسلاميين، خفت صوت المسرح ليلتقط أنفسه مع بداية القرن الحادي والعشرين. في مدينة القليعة التقيت الممثلة المسرحية والسينمائية المعروفة ريم تاكوشت، وذهبت بي إلى منزل صديقها الذي صور للمسرح سنين طويلة. حقيقة الوضعية اللي كانت في المزرية في العشر سنوات الأخيرة، كان المسرح ما كانش عنده إنتاج وافر، لكن أظن أنه في 2012 والحمد لله الوزارة قامت أعطت فلوس مميزة للعرض المسرحي باش يقوموا بكثير من العروض المسرحية. لم يكن سهلا على المرأة الجزائرية اقتحام عالم المسرح والسينما. هذا كان غير في راسك. شيء الجميل أنك في الثمانينات ولا في السبعينات كنا الممثلات المسرحيات تقدر تقول شبه منعدمة. إنك لا تستطيع أن تمنع رجل عندنا زاد له نجمة على أكتافه أن لا يزيد. لكن في الحالية الأخيرة رانا نشوفوا باللي فنانات تحب تقرأ الفن، تمارس الفن، ويدخلوا المعهد العالي للفنون الدرامية لدراسة المسرح. وأنا نقول هذه حاجة جميلة، وخاصة في الجزائر. صح الآن ما نقدرش نميزوا بين النوعية، لكن الكمية راهي هنا. وهذا أنا أظن أن الكمية هي اللي رايحة تجيب النوعية. ريم منهمكة في العمل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني بآن معا، فلماذا؟ كانت عندي شانس بوموا، فرصة لي كذلك، أنه تعاملت مع كبار الفنانين الجزائريين. ثم الصدفة جاءت بي إلى التلفزيون، لأنه كنا نسجل في مسرحية المواجهة. في التلفزيون اخترني مخرج تلفزيوني للدور الرئيسي في, 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 في مسلسل حنان امرأة، لنال إعجاب كثير، وهذا هو كانت شهرة بالنسبة لي، اللي كانت الشهرة لأول انطلاقة تلفزيونية كذلك. لأن والتلفزيون جاب لي السينما، المخرج السينمائي عندما شافني في التلفزيون ناداني على دور بطولة كذلك في السينما. وبما أنه أنا إنسانة اللي تحب التحدي وتحب كل ما هو صعب، صبت روحي بين المسرح والتلفزيون والسينما، وهذا شيء جميل وأكتسب منه كثير من خبرات. بالطبع لم أستطع إلا أن أسأل ريم عن العلاقة بين المرأة والعادات والتقاليد السائدة. احنا في الجزائر لازم الانسان يحترم نفسه قبل يحترم الاخر ويحترم النفس نتاعو. بما انه ان ادواري كل ما هم عطاء رساله بناءه تبني مجتمع او عائله، ما اظن اني ما عندي مشكل، بالعكس. ريم، شو العراقيل اللي بتواجهك كفنانه؟ انه من هب ودب قال انا فنان، ومن هب ودب قال أنا ممثل، ومن هب ودب قال أنا مخرج. حالياً راني نشوف كأنه يستهزأوا بالفن، غير كنا في السبعينات. لكن لأنه في السبعينات كانت المرأة ولا الرجل اللي يديروا الفن هما صح مولوعين بالفن، يحبوا الفن، في دمهم الفن. بس أنت تحكي عن السبعينات، قرأتي عن السبعينات، أنت منك من السبعينات؟ لا أنا مش من السبعينات، لا لا مش حنقول لك العمر تاعي. بدون يعني حذرت بدون ما تقولي. من عالم المسرح إلى عالم الموسيقى من جديد، لكن هذه المرة من خلال آلة الموندول، ومن خلال فنان دخل حيز الموسيقى العالمية. من بعيد تستمع إلى موسيقى فريدة من نوعها، وعندما تقترب من عين المكان تكتشف أنها من ألحان محمد روان
الموسيقار الجزائري المشهور والذي يختص بشكل رئيسي بالعزف على آلة الموندول. هي أولا آلة الموندول هي آلة اللي أول ظهور لها كان سنة 1322 بأوروبا يعني بإيطاليا. الموندول عنده يعني نقدر نقوله عنده 20 اسم، 20 اسم، كان يقول لك الموندول، كان يقول لك البوندور، كان الموندولا، فيها 20 اسم. لكن هو الأصل تاعو، الأصل تاعو فرس. زي ما كناش نعرفوها، كانت هذه نقدر نقول لك في الثلاثينات. هاي كيفاش الحكاية تاع الموندول كيفاش دخل الجزائر ولينا نعرفوه ونعزفوا به. لكن هو يعزفوا به في الموسيقى الشعبية، هو اللي يكون يقول يعني المغني اللي أدي هو اللي لازم يعزف الآلة. افتتح محمد روان مخزنا لبيع اسطواناته ناهيك عن مختلف الآلات الموسيقية. أنا المحل التجاري درته أولا يعني باغاموغ، يعني بحب، على خطرش من نهار كنت صغير كنت غير نشوف آلة موسيقية ننسى روحي. ويوم الأيام كي كنا يعني في السن تاع 14 أو 15 سنة كنت نمشي المحل تاع آلة موسيقية، نلقى مكتوب في الآلة الموسيقية نو با توشي سيل فو بلي، ممنوع اللمس. انا هذه كانت تاثر عليا بزاف، يعني كنت نزعف كما احنا نقولوا كيفاش ممنوع اللمس. هذه آلة موسيقية ماهوش لحم او دجاج ما لا. كنت ندعي ربي يا ربي كي نكبر ان شاء الله يكون عندي محل تاع موسيقى وين الناس يجوا يعزفوا ويلمسوا. شوف ما عندي حتى ورقة مكتوب فيها ممنوع اللمس، يعني هذا هو حكايتي مع المحل هذا. يا عشق روان للموندول واضح وضوح الشمس، فهل الأمر كذلك بالنسبة لجمهوره؟ نهار سمعوها لأول مرة، علاش قلت لك طريقة العزف مهمة جدا؟ كانوا حاسبين سمعوها في الإذاعة لكن ما شافوهاش، عن بالهم آلة عود. إيه مع يعني مع الوقت، مر الوقت اللي بداو كنا نجوز يعني في التلفازه وكذا نهضر على آلة الموندول، بداو يعشقوا فيها، بداو يعشقوا فيها وبداو يحاولوا كيفاش يعني مام هما يعني يتعلموا على طريقه العزف. وهذا الشيء اللي يعني اللي شجعني كثير، خاصه رجعت لها يعني المكانه تاعها في المجتمع الجزائري من خلال الموسيقى جاز القصبة. جاز القصبة. أعطيت الاسم هذا القصبة يعني تكريم للحي هذا، وفي نفس الوقت جاز. علاش جاز؟ يعني باش ما نديرش يعني حدود للموسيقى تاعي، على خاطر الجاز هي موسيقى الإحساس، موسيقى الامبروفيزاسيون، موسيقى الإلهام. تقدر يكون معايا بالك يعزف واحد معايا من رأس الجبل بناي، وقدامي مع تاني ان بيانيست ان غران جازمان من نوفال اورليون ولا، ويعني وجربت هذه التجربة هذه وين كانت ما نتكلموش نفس اللغة لكن كانت اللغة تاعنا هي الموسيقى وهي الإحساس. ما شاهدتموه يعتبر غيضا من فيض في إطار الفنون الجزائرية. الثابت والأكيد أن استمرار إبداع الفنانين الجزائريين بحاجة إلى المزيد والمزيد من هوامش الحرية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.